السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحيرتها دي أنا جواها ليسوا كل يوم إن شركة فروك من دعيه. وأيو دتك أقول تقولها ما أدي هذا واحد لي. أقول ترى قالها نوال هيك بضيع. أدي هذا ما تسين. أدي صار القارسي. شركة يعدي سوق من قابسي يدل يرد هذا التمد يوزارة دي هي بقى بقول كي بكون تنبان حبليني كنت كاروا كارانية دستور كان أي فريرا كارا كنت كا وايو دستور كوه نيري موادين توي سميهين شقوي كذلك يا حلالك يا مذولبا سيالك وزارة السعودية هو جامري دكتور برهان بقول كي بكون تنبا كم قناة تدك شقادة قبل لها أو مواطنين حوش عليها. سياسة الحكومة دون سامع هاي. حبلها هدي لو دي ده سياسة دي. يبوسس كواوين. هدي إنه أغنى هاي هاي هذا هذا قالا إنه يهرب كيف في عيه. إنه جماعة كين قوانين إنه ناس صرفتان بقول إنه قبل بقول كل حشرين. ثانا بقول كي بكون توايا مريض. هذه أتبروها مريا شقادة قبتين لكن بقول كم اختبار كريما عقلي يفكر كي يحقبت كيما ترانا وحالتها يمكن وضم الله صحي دونه لو نكر لي دونه كا ما انت مركز القبلة ودسكشن دي هوشة هذي قايم تاين لسوق بوحي ترانا انت اصلا خرافي بس اوغلي ما يهول كلا تذكي قاني بها تشوغة فكرة دقود ومارويا صدح قد حوقي نوصار إذا تويك انا هايستا سألوا جب حنو بقى الحمد لله يا ترى على شيء مستقبل كسوس عط أنا جو حين أتاعي ما أنت باهي ده إنه هوي واسين بيوه الله اسمه ذكر عمره دو سبحان يا شوتش كريمين أباري هو سبحان يا بيران ترى هو سبحان يس أما عمره واحد كان ترى بحر مره واحد يران يرهوك مره نحل جودي شروي دارني dibaatooyinka sanadaan in haysta waxa weey dhirta oo nu ku noolahay iyo ugaadha iyo xoolaha iyo dadkuwa maskaxdeena iyo way wada shaqeyn jireen xilli roobsada ay hawadu waqtiga ku baagatay midalan sawirkan waxa jira cawsha xuduudka xuduudka eega oo ma ogola maqashisa ku dhawta abaar dhirta Soomaaliland ka baxda badankeedu galoolka قرعة مراجع سكسكتة يمد وليبا ساعد با بالباشر تا أمم كتور بشا ليلة هذا إنا جينا نقول بعد مارش حاجة كلام أفسار كلام سير موجود أمر كلام صوت ريو هم كتب شيء بقول استيت لهم يكون صار مات إحبرون أيام نستوى الواحد تورتا أمم كفرتاسيشنكي هادو بشار ويلو يا بشار توقع عشو تي واحد يبغى يسا مركب واحد سام قال كي وصي راري وصي إنجا جاي قول عيو وصي إنجا جاي درك يدر يعني درك يدرك وصي بابا إيس حوالي هنا والله مد وقاعد والله مد مركب إيس بدر كان خلاص كبر خدورة ودا أيه ولي بس هلا أنا ودا إيس عمو مال جابا إنه مال مرة إن يرى كبر إنه مرة لين yaro wada soo koray marka waxaan u baahanahay wixii biyo cirka ka imaaday inuu xajino biyo waa soo badan oo ugu filan ma jiraan tarkeena wuxuu ku soo ururay magaalooyinka miyiga waa laga soo dhamaanaya reer miyiga markuu meel ka gala waado xoolo dhamaado aan u kala baarayo halka magaalada lagu urursan yahay ayuu ku soo ururaya magaaladana ayay isoo urursan bay soo baxaysaa ayay ku urursan waxaan ugu daran dadkiina biyo helo marka maanta biyaha magaalooyinka u baahan abaarta هذه لو تشتري قاري قاري سار حول على وصار مقالوا يك قاري قاري سار مركب واحد ربعنا مقالوا يك إلى نوقع النبي بدر تكسور سمال لازم مقالوا يك كذا وين لبن مقال ما هي أنت كلا واحد ردت مقال هذا برقع يعرقوا أنت كلا واحد ردت وقاري قاري سار من كتير ما يريد هو على سوق قبل نبي بانت مركب تقول ده أنا واحد نبي يا رسيا إلى نوح ولا بيا كور مرنا بيا قبنا بيا عرق وغضب waa ugu yahay qolada hawsha wada dadkan waa ugu sireey kalaabaad
waxaan ku talin lahaa in xoog la saaro in maskaxda si aan u fikirin attitude-ka wax laga bedelo oo kulli qoroyka anigoo kale ee waaweynaaday iyo ragga kale ina daada ah maskaxdoodu geel iyo ari iyo gabay iyo galow bay ku agtahay dhalinyarada in loo bedelo in xagga badda aynu u guuri karno maadaama cimilo isbedeshay dadka inuu xagga badda u rari karno oo xeebaha lagu noolaan karo oo dadkan oo hadday ku dhibtoodaan kuwa dambe raaxa badda ka helaan inaanu arrintaa maskaxdeena u jeedinina waa soo jeedina tasdexaadna waxaan oran lahaa in layr jaban aynu doorano layrka si kastaynu u marayno haddaynu kan etoobiya ay ka iberiyaan afrikoona qaybteena ka qaadanayno haddaynu ka dabaysha dhalin karayno ka cadceeda waxaynu u baahanahay inaynu u helo layr jaban layr la-aan ama enerji la-aanna meel gaari mayno anu saddexdaasa una lahaa dusha halaga ilaaliyo sidoo kale waa nabad galbeed baan ka yimid nabadda way ahaayeen intaasina waa iga war aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa waxaan ka rajaynayaa in qoloyinka baanalada soo saari doonaan wax ku ool qodobka ugu dambeeya waxa weeye halkaa dowladdu waxeedii xisaab ahaa waa ahayn way soo dhigtay miisaaniyadeeduna waxay ka muuqataa mar walba websaytka iyo waa banaanyaal dalkana waxaa yidhi dalku waa free market oo dhaqaalaha shacabiga haya iyo baacmushirka shirkadaha waaweyn iyo baacmushirka waxaa laga rabaa ila waa hanti qaran waxayana iyagana inay waxooda taraasi baaras noqoto siday u shaqeeyaan siday wax u shaqo geliyaan waxay macaashaan waxay dalka marayaan dayagaro lala ogaadaa inay u qarsoonaanaysaa bannaanka u soo dhigaan saan isula jaanqaadna aad iyo aad oo mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.